السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في الحلقة جديدة من أمل كيتشن. واليوم لقيت كنت كنتقدى ولقيت واحد المنتوش في دولار تري، هو كيصلح للثومة، كنقي الثومة. الوغ الباكيج كيجي بحال هكايا، فيه جوج، هو لقيتهم بالألوان، كان في الخضر، كان في الغوز، كان في الزرق، كنظن أو كان في لورانج برتقالي. وكيجيو جوج منهم في وحده 2 دولار، ولكن هو 100% food grade silicone. كما كتشوفوا هنايا هو من السيليكون. الوغ غادي نحلو الباكيج باش نشوفو، وهي حدايا التومة باش نشوفو واش هاد المنتوج صالح باش كينقي لنا التومة. كيفاش تتشوفو هنا غادي نحلو قدامكم. كيما قلتلكم فيه جوج، هنايا ما دايرينش، ما كنظنش دايرين طريقه الاستعمال، كاتبين عليها it protects hands and eyes and non stick and flexible، يعني كتحميك من الريحه ديال اليدين ولا العين، و سهله الاستعمال يعني flexible. غادي نوضع وحده داخل وغادي نرولي المداد. You guys hear this sound، انتما كتسمعوا هذا الصوت هكايا. اوكي يا اتس ورك. انا كنظن هذه ديال دولار صالحه باش تنقي لنا التومه، سو غادي نخليها. غير هو كما قلت لكم الحاجه اللي ديال السيليكون كتكون شويه مضره. غادي نجربوا عاوتاني وحده اخرى. كما شفتوا ها هي الثومه باقا بقشرتها، غادي نوضعها هنا وكما تشوفوا بقى مبرد ندور هكا. Here we go. هيا وهذا بقايا ديال القشره ديال الثوم. ودابا نعاود وحده اخرى نشوفها ثاني. اوبسي، وحده اخرى نشوفها ثاني. هادي ما بطاتش دغيا، نبرك عليها. سي هاهي التومة ديالي تنقات من القشرة. كيما قلتلكم هاد المنتوج 1 دولار وفيه جوج، كيبقى شويه ديال القشره لداخل كما كتشوفوا هنا. انا عجبتني، نقول 90% و 11% اللي تنسمع ان السيليكون ماشي مزيان للصحه. رايت شكرا على المشاهده، وكنتمنى الحلقه اليوم عجبتكم. هذا هو ريفيو ديال غارليك بيلرز، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء، ونشوفكم في الحلقه مقبله ان شاء الله. Thanks for watching and bye. Thanks.